أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عادة وفي كل سنة وفي 25 من هذا الشهر العالم بأسره يشهد يوما عالميا لمناهضة العنف ضد النساء أو لمكافحة ومحاربة العنف ضد النساء، ويسمونه اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء. ومسايرة منا لهذه الأحداث، وحتى لا نكون في معزل، واستغلالا منا لهذه الأمور خصوصا في هذه الأيام التي لا زالت الحرب شعواء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام والمسلمين، ولا زالت الإساءات إلى النبي وللنبي صلى الله عليه وسلم متواصلة، أردت أن أستغل هذا الحدث أو هذا اليوم الذي يكون في 25 من هذا الشهر من كل سنة لأسلط الضوء على جانب من حياة وسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الذي يتهم زورا وبهتانا أنه نبي إرهاب، وأن دينه دين إرهاب، وأنه أقام قواعد أمته وأسسها وأركانها على الدماء، وأنه يأمر أتباعه بسفك دم الآخر. هذا كله نعلم من يقوله ولماذا يقوله والأجندة التي يخدمها ومن وراءه ولكن لنمتلك الجواب حين نسأل أو حين يتعرض لنا لابد أن نبين، لأن يتصم من كثير من المسلمين حين يسمع مثل هذا الكلام كأنه ألقم حجرا في فيه، لا ينبس ببنت شفة، لا يرد بكلمة. لماذا؟ لأنه لا يعلم شيئا. الكثير منا يجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا النزر اليسير. لذلك وانت في منزل غنر، فدعوني أيها الأحباب أتناول اليوم إن شاء الله تعالى صورا ومشاهد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه المرأة. لن أتكلم عن حقوقها التي دافع عنها، ولن أتكلم عن أنه كان السبب في إبقاء النساء أحياء بعد أن كن يدفن وهن أحياء، ولن أتكلم عن الذود الذي زاده الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمته عن المرأة، لا 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 لا، لن أتكلم عن هذا كله، وإنما سأتكلم عن شيء قل ما يتكلم عنه الناس اليوم. سأتكلم عن شيء قل ما تحترمه الأنظمة الغربية اليوم. سأتكلم عن شيء لا يعرف له الغرب، لا يعرف الغرب إليه سبيلا. ما هو هذا الشيء؟ سأتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراعي مشاعر المرأة وأحاسيسها. هذا النبي الذي يتهم بالعنف، ونسمع من هنا وهناك الإرهاب الإسلاموي، وحقق وجبذ الإرهاب الإسلامي، الإرهاب الإسلاموي والسنمرت سورم أو دنز النبي صلى الله عليه وسلم. دعونا نقف مع صور ومشاهد من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر المرأة وأحاسيسها. وقبل أن أدخل في موضوعي، لابد لي أن أرسخ في أذهانكم مسألة مهمة جدا، وهي إن كان العالم اليوم
يتكلم عن مكافحة ومحاربة ومناهضة العنف ضد النساء، فإننا نعلمهم ونقرر لهم ونؤصل لهم أن دين الإسلام ضد العنف بأي شكل كان، بأي صورة كانت، ومع من كانت، وضد من كانت. الإسلام ضد العنف. نبي الإسلام قال عنه ربنا جل في علاه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هو ضد العنف ضد النساء، وضد العنف ضد الرجال، وضد العنف ضد الأطفال، وضد العنف ضد الخدم، وضد العنف ضد الشعوب لنهب ثرواتهم وسرقتها، وضد العنف مع أي كان، وضد الظلم كان مع من كان. لا يميز ولا يفرق الإسلام بين الناس على أساس عرقي أو ديني أو لون. عما استنيت واتتفذ شاء غان غنشين واتتفذ شاء نشين تفدي الدين النغجني الناس ونظني تغدى بارشان يا ابن السوداء الناس. النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. انت في الدين النبي صلى الله عليه وسلم يبدد بنادم يشه يسمغ نسخدم يسمغ العبد. الناس اعلم أبا مسعود: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. يا عجيج صحاب النينس أنت حر لوجه الله. ذوذ الدين النغ. أعود أيها الأحباب، أعود إلى هذا الموضوع الذي عنونته بعنوان صور من رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر النساء، وأبدأ بصورة في غاية الروعة. أبدأ بمشهد فريد من نوعه لن تجده إلا في الإسلام. أبدأ برعاية النبي صلى الله عليه وسلم لمشاعر امرأة وهو في الصلاة، وهو في أم العبادات، وهو في محراب العبادة، بل وهو يؤم المسلمين. وجيز الجوح للإمام. اسمعوا معي إلى هذا الحديث الذي في الصحيحين، والرواية الأولى رواية انفرد بها البخاري عن الإمام مسلم، وذكرها أبو داود أيضا في سننه في صحيح البخاري وسنن أبي داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله يجزكم بخير، عشت كيدي سورة والنوم وجسم الزغ النوم، عيشوا مع هذه الصور بقلوبكم وليس بالآذان فقط. عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. اسمعوا هذه يا مسلمون وترجموها للغرب المدعي لحقوق لا يحترمها. في لفظ عند الإمام مسلم من رواية أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. النبي صلى الله عليه وسلم نشتذف غذي الصلاة تخصغل طول غذي القراءة، فأسمع بكاء الصبي تسريغ يوحن جاي ترو. يمكن أقدي المسجد، يمكن أقضاري المسجد. الفقهاء اختلف ما يؤخذ منه الدليل على استصحاب الصغار إلى المسجد أم لا يؤخذ منه. ابن حجر إنش لعله تغدش انت الدات يوذس المسجد. المهم أن النبي سرى يوحن جاي ترو يمسى قد المسجد.
من يجى النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ذي القراءة ويخص ذي غرب الطوال غرا من يجى ذاقوا ذا الدم الزيان ما يمي. إن النبي صلى الله عليه وسلم مما أعلم لأنه السنغ من شدة وجد أمه من بكائه السنغ اللي يمس وخضع نسويته نشاء أحاسيس نسد المشاعر نستجاه مس واتيه نشاء ما نصلغ الزج انتث سري مس يتنفريريس. لذلك يقول القاضي عياض وقال كذلك الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم وقال الإمام القرطبي في المفهم قالوا أن الوجد يطلق على الحزن ويطلق على الحب فقال القاضي عياض أي من حبها له أو حزنها لبكائه وقال غيره من وجد أمه قال حزنها قالوا حزنها وتألمها لبكائه وهي شديدة الحب وهي شديدة الحب له. النبي صلى الله عليه وسلم راعى المشاعر فينا السني اللي واتيريبو مليح السني اللي يمس واتيريبو مليح لأن نمس الترو. أحبابي الكرام أين ستجدون هذا وشتف منهار ذي الحياة المعاصرة وشتف منهار عند من يسمون أنفسهم بالدول المتحضرة يكخن سوخ العنف ضد النساء ما غاثي نتكاف سندي سوريا وجبوا ذي النساء ني في نتكاف سندي ليبيا وجبوا ذي النساء ني في نتكاف سندي بورما غل إيغور في نتكاف سندي هذا الدها النساء اللواتي يعتقلن زورا وبهتانا ويغتصبن وينكل بهن في نوجبوا ذي النساء نغي وذا نقينا ما أم الدجال غاسني جنتي التوهد تورنزقي جنتي التنظني وزيس التويرين ماضي ضاغر وتويرين لا لا نشي نتوارى نشي ندين نغي كسيد صورة كاملة نشي ندين نغي الدافع مارخ المظلومين دا المعنفين ممش مجن ومن يمجن من ما يخصد يري الدين النس من ما يخصد يري اللون النس من ما يخصد يري العرق النس من ما يخصد الدين النغشين ويتفرق هو جاء التاجي هذا بوبري ذو نحكم ذو نوحكم ذو مسلم ذو نواجين ذو مسلم لا 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 لا. لذلك يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في حديث ذكره أبو داود في سننه بسند حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يسازد في صغاه النس يجن الجارية يجن تيان يجن تسمخت غاس ميس يمين تغا يخساديك يخسادي الزنزيمس هذي الجميس هذي الزنزيمس هذي الجميس ميس هذي حداج جزيس يستنفع يمس واتي حديج جاء الناس النبي صلى الله عليه وسلم لا وفارق بوجا يمس ذميس زنزيه نستنين نغجيه نستنين وفارق بوجا يمس ذميس قيور نسى تجد الأحاسيس نسى ذات جنت المشاعر نسى ذات جنت يا ويلا من يتغانى إني ادعى عن حقوق الإنسان غادي سيمانة يعتقل نار بعي حنجان ديم زيان ديم حضان ها بعي حنجان وعدوا البهر التشاسنا ما يميل أنه وقبير من الإساءة إن بنسن صلى الله عليه وسلم اعتوقلوا وأبعدوا عن أمهاتهم مش غيرين تمتسن بالله عليكم شين النبي نخزى من غيقة زير قانون نسن من غيقة زي النبي من غيقة بالله عليكم مش غنقت الصغري مش غيقوم سرمي غاجة شوية موري دايت عجيجتي الصغري ما مشيقة وانجيبو ذي ضاغر وانز ما ستواري فوش صغابر نبينا صلى الله عليه وسلم هاك شو مشيت مع ملك الأحاسيس دل مشاعر من النساء يخسن تهوت غياشا يخسن وات نفريريس شا يخسن يرخضا نسويت غيانور نسويت دقوز يخسن سبع عدد المس وهذا إجماع الفقهاء. وإن كان للأمانة العلمية أن نقولها لكم أن الحديث من أهل العلم من ضعفه والشيخ الألباني حسنه ولكن إجماع الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم إجماع الفقهاء على أنه لا يجوز التفريق بين الأم وولدها خصوصا حينما يكون رضيعا. منهم من خالف المالكية إلى غير قالوا إذا بلغ الحلم
وإذا أشعر يجوز أن يفرق بينه وبين أمه، ولكن أما وهو دون الحلم هذا إجماع، رضيع إجماع. هذه صورة النبي صلى الله عليه وسلم أمن يتزجع يكسير همي ثمغاه وسين نجي وقنشق تزجيغ يوانش قيد الإمام يواميتي حزن أتسا تسمح ذي ميس نغميتي حزن الدوي ميس تسني اللي يحنجي عظام الزيان يمكن خميني معليك نشي نخميني غنكمر يمغاري نخسمون انت تصبن انت وانزجيد وانزج من غافيتي ويد ومي غامي مضام الزيان قيم ذي فدة نيغو مي غامي مضام الزيان يريد قيم ذات قابر ذي من غاتوسين. لا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذن غيني شغعني تسغى من ذي فجة إن نغراعات شوية الخضان سراعات شوية الخراعات شوية الأحاسيس النس ذا المشاعر النس. أنقلكم بعد هذه الصورة إلى صورة أخرى ومشهد آخر في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها شن السنة التي مغارن يقسمت رب سبحانه وتعالى شنو السنة دي شعوات زيد جنت يتسى سنة شهان سنة زيوات زيد جنت العذر سنة خميدة سنة دي تسى العذر ني الحالة سنة النفسية تيري وخس يعقب غرب سبحانه وتعالى نش شك دوين دوين نشيني جن دي عايز وانزم ما تنفهم وانزم ما تنفهم قمين دي ستوقعنا ذاخر متسن تغيرات الهرمونية لك غات 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 شوية من ناحية الطبية المسألة يتنيتا تكور دي انت مغارين تكور نشنو تحمد تيني سنتيني يمكن توضى تشاها عايز دي يمكن تعف ثاوى النس دي اللي الخضع يتغيى دي نتفذي يمكن زيت يسوغر الجسم ورقع مهم توضيجن الحالة يمكن يخف النس واتحمر اهتع هذا داق حق نشي جان دمو حق اسكم مرغسي ورني مازق. نبينا صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها والحديث في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد قالت كنت أكون حائضا فأخذ العرق، العرق العظم الذي أخذ عنه معظم اللحم يعني يغص الشيزيس يقيم ذي شوية فأتعرقه تتغزيس وأنا حائض قارش نشخ في شهارينو فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم اكسيث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في يترح تتمنس الشيغ وأشرب وأنا حائض ترخ في شهارينو كسيغ تسسغ فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم اكسيث النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في يترح يسسمن الرواية ثانية تذو انتس يمكن عادي وتسريمت الزايد تسريمت زيحد مغني مرارا وتكرارا. أنقلكم إلى رواية أخرى فيها إضافات وزيادات والجمع بين النصوص الشين غان غذي الدين المسألة طلبة العلم سننتف الأخمتيريا يجن الحادث ذي سويت الزيادة أخو النظنية نغذي سيشن الفائدة أخو النظنية الإنسان يجمع بين هذه النصوص. هذه الرواية ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في سننه بسند صحيح. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حسست مليح الرواية ثانية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني يعني أصلا النبي صلى الله عليه وسلم ذل ماكلة أنت تطرح وتغمشة من يتق النبي صلى الله عليه وسلم مكسدحة قارس نش خفي العذرين إلى آخره وازم ما قيم غك النبي صلى الله عليه وسلم يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم يدعوني أراح دكيد تشد مين مغث راح نش موحدم مين مغث تشد وحدم مين حشت إني واجيبو ذقفوس النم واجيبوش متي جند خف النم بنات حواء مرة قين تمني فيدعوني ثقر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها فآكل معه وأنا عارك يعني وأنا حائض كان يأخذ العرق إكسيدغس ديسكسوم فيقسم علي فيه إجج خفي والله وما تشيد الزيس فيقسم جج النبي والله حومة تشيد الزيس ما يمي باش هذيك النبي صلى الله عليه وسلم المسألة أني يتسرم قبر يقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه تقاصر خذك سقط تغزي السروسيخ فيأخذ فيعترق منه أتيك سن النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحه ومشني هذه بذا الزيسيش ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب قال سنوي تشن حشتاتي سوء زيد فيقسم علي فيه قال رسول الله حومة سويد جمت تمزوات
فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. إجنا الرواية النظني قال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها وهي أيضا عند النسائي في سننه بسند صحيح قال أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه زيد فيتحرى يزو يتحرى وجساسه كسيس لا يتحرى فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه يزو من السوي الحركة يا متغرهم تزدمني وهاني متغرهم النبي قيت يدفش من شنون وهاني لا لأن الإنسان ما ريك سيسوى عادي ولا يستطيع واحد ولكن خمي غيب ذا غذي قبلها قبر نشام ويزو يلفت انتباهك ويلفت نظرك قال حتى يمكن تضستني المخذو الزود فيلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباه عائشة إلى أنه يبحث عن موضع فيها ليشرب منه ما يمي باش هذا سيسكيش انت برات حال انه غاي عص غير خضان مذيري ثني ذا قشي واجي وزقو ذا اني ثم غاد غاخس شانس شانداريت وشا ذا قد يجوك شعون دي تدات وامن تثمر بانيون نمر بدون نستعمال تخمت تحلى جوهان غلا لا وانما الزوجة ملكة متوجة في مملكتها يراعي الزوج احاسيسها ومشاعرها كما يجب هي ان تراعي احاسيسه ومشاعره وتتقن احبابي الكرام وتتقن زقنان يغزي الأغلبية النغ لذلك خمني قار العنف ضد النساء من كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويترب عنيف المؤمن هين لين المؤمن يألف ويؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهج الغرب وانحلال الغرب وتحلل الغرب قام السيفة ديري عنيفة مشنا وانت ويشت انت مغارن وانت تكافسن يجد السكيرية يجد قمارجين يجد اني تقنت حشيش دل المخدرات يجد اني ويتق الله تعالى اما اني اتق الله تعالى ذو اني تقنى ربي قبار نسر بدا ذو اني اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واني ربدا يقوى بما يرضي الله لذلك تفتجن العدد نسمه نظيم غان قارش الزوغ شن الجن هذا يعامل ممشتو غيت معامل النبي في مغارين اهي نزيس الزوغ وتفت تخدم ستمو بين قرش تخدم ثينو ستدعينو ستمو بين هذه وارد بشان المؤمن غير هذا يعامل ما مش تغيت معامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه. أسأل الله عز وجل السداد والرشاد والهدى والتقى إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد. أيها الأحبة في الله من الصور التي أقف معها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد الرائع الذي كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضها صفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضها. والحديث ذكره الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه وسلم حج بنسائه النبي صلى الله عليه وسلم يزدد حج وتكستم غار النص وتغى أم المؤمنين صفية رضي الله عنها وأرضها رنت غسر غم النص من يقع عند قبريض بارك جملها يبعش الزي سور غمي وقذي نهز يقذي ويوه وكانت من أحسنهن ظهرا يعني ذو النذر غم المليح يتغى غثم غارين النبي صلى الله عليه وسلم يبعش الزي سغث مواف وشا يقذي نهز من تقى أمنا صفية نش الحديث فبكت بثترو ترو لأنه تسعقايخ في النس الشر غمينو يجني باش ينظني مع الرقوان النبي صلى الله عليه وسلم القائد القائد الأمة زيد ذا رئيس البعثة الحج زيد ذا القائد الأعلى للقوات زيد مارة مسرينة وذا سين شقره قغار البعثة قنشد للأمة قنشق لا 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 يسدغ أمنا صفية رضي الله عنها وأرضاها نعم يتخبعنا نزق صفية قد قيم قد تروق يا أرغم نسي جناع يصدغاس يفيت التروق فجعل يمسح دموعها بيده
شي يبدا يمسح حسين الطاو النص سفوس النص والتروشا والتروشا مازال مشان لحان انا مش نواني غله ايوا صافي ماشي جاي وصافي ومقاني وصافي قيج وورد مزيد اتسي عدد كوشي قيج ومسحي النبت اتسي عدد كوشي ياشي مزيغ نقضي من قانا سوار مزيد تحدي الديت نغلا نذمي نغاني ونظني يتاسد سوا ور مزيد سمحنا زد الديت القتل الخطأ النبي صلى الله عليه وسلم قائد الدولة والمنغمس في همومها ومشاكلها يمسح دموع زوجته قد ذين شنجني ويوم بعد يوم بعد يوم دتنك قتلهم غاتهريش تسوى عروة غانس وزمات جار يويت غوض بيب واخا وقيد إن قمرة قمرة غماه وجو غيس بنان ورو غيس يقور غيس وجد الماكلة قيم جارش قاش معاذ جار خفي ظني قاش معاذ جار الداني وان قمار عسان يزيران شن جار ايضان يمو ثسباب اسنغ يمو ثسيم اسنغ يمو ثسوم اسنغ شحد عز خس سموس كين تحزين الله يحسن عاون در خواضا ينات بالدارن يو ميش ميوغين ميش ميوغين مين ميوقعن مرة عباد الله تمتا مرة تمذوت جغاش موهم يموت امام يا اخي راعي راعي شوي راعي شوي ان راعي شوي قال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تمسرش ما يمثلو جنا جنور غم الناس شن حاش تم قرنت وجن تم قرنت هذه جنور غم نغات مهمس انت مغاني هذه جنور غم نغات سير حباباس هذه جنور غم نغات سير راح استوقع شن نهرش دم قرنت ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يستصغر السبب وسني شيء وصافي كاس ني درغنت جنات نسكا نغند نزور غم نغني مسخا في السني مطوني هذه ثاني درش مخ في النم لا هذه المشاعر عندنا مشاعر لها قدر يجب أن يعرف قدرها سواء خمامش السور خمغاني السور خيايز نقتس الفرصة السور خيايز مش وضع سيقابو شيء وقن هارا يوز دذي دافع خدم واجيب مش ودي في أحد شو ودي في أحد مغارين ورخ سبيتا ورخ كوميسارية ورخ خوخو بوليس ورخ مخزني ورخ رحق واني واي قبير نحقي سوى زير رحا وهذا الشرع مصيدة ربي وهذا شرع الله وش إن تربينا النبي ذو أنت قاغون داني تثي حوجة قاغون داني تثي حوجة نحمو الحريم إذ لله ثمزيش قال الله قال رسول الله وهذا رحقي وكشست ربي رحقي وكش ربي وعيزي وكشست ربي وخسيتني زيل رحقي وكشست مغادي وكشست ربي رحق موجعي وكشست ربي رحقن المواطن وكشست ربي رحقن الموظف وكشست ربي رحقن الإمام وكشست ربي رحقن المأموم وكشست ربي ربي سبحانه جل في علاه أيها الأحباب الوقت الطو ولا زال في الجعبة الكثير ولكن أيها الأحباب أختم بصورة ومشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ميمرش يوي زينب بنت جحش اسمه سعيب الله إن أنس خبز ولحم مصفرقا مرق كان عقحم من يجي النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ حس النبي صلى الله عليه وسلم هاك واحد غاست مغاد جديد يعني الموري هاك واحد غاست سريث زيد ثم غاث عقت يروح يبدا يدوار ختم غارين تمزوره يدوار ختم غارين تمزوره انطلق الى حجره عائشه فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله فقالت وعليك السلام ورحمه الله كيف وجدت اهلك بارك الله لك فتقرى حجر نسائه يعني تتبع ذيك خسنت يشتن يشتن في روايه عند الامام مسلم تقول الرواية فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن سلام عليكم كيف أنتم يا أهل البيت فيقولون بخير يا رسول الله كيف وجدت أهلك فيقولوا بخير من يجى الشاهد الشاهد داني تقر الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم قال ودورانه على حجر نسائه تفقد لأحوالهن وجبر لقلوبهن واستدعاء لما عندهن من أحوال قلوبهن لأجل تزويجه يكخس واش هذا سقانت بوقصه في قيزرات من جديد التويان غنشي قال الله يحسن عاون قدم غاح مش مثقت غير ما طمغاث ضعيفه قالوا دخلت شنا توس دخلت شنا
ومع ذلك النبي تخاس انت في قرين انت قرس انت قكنين تذكور قكنين ترخذاق وكذا ويروح انت وزير غا هنا انت غا يايح انت وجبنا ذمي عوذر مراشي يروح هني جديد الجث اني ثقرين تو خاسي كتر تشهوه ان الان تخاسيش تنعد الطامة الكبرى حمي غا يوي ويستنين حذي قمارة ثوذري نتحونا نثنتي قيد مغا ويستنين ذي جثني ذا مزوات اتسكفع الجشت النبي صلى الله عليه وسلم رخاض عن سنت يخسوا يتغيمي تعذ ذن ما ثنتي ضرم في حق من حقوقهن أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام ذو ذن النبي النغ صلى الله عليه وسلم وذو الدين النغ ونيخسنا في تبع وذو ذا بريد النغ ونيخسنا فيك أما شن حشت النغني وهجبوا النغ أما شن حشت النغني وهجبوا زي ثعيست قد ثعيست وهجبوا ذقويا ورذ استظهار العضلات ورذ قضن طورا ورذ حمان الطوين لا وإنما ثعيست والإنسان خمي غيري أمنين ربي سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخلفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم المسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أره الحق حقا رزق اتباعه وأره الباطل باطل رزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم يا رب اشف كل مريض قسم يوذن قني قنا يدعى قان غيم هرج حد هرج سكورونا ذي سبيتا حد الأخير قد يثد حد اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم شافهم بشفائك اللهم داوهم بدوائك اللهم شافهم بشفائك اللهم داوهم بدوائك اجن الأخ قدني تقغاست مغاد مجد سبيتانس الله عز وجل لهم العافية اللهم يا رب أنزل عليهم العافية اللهم ألبسهم صحة جديدة اللهم أقر عينه وعين أهله وأسرته بشفائهم اللهم أمين اللهم يا رب اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض يا رب اشف كل مريض يا رب اشف كل مريض بشفائك وداوهم بدوائك واجعل ما أصابهم طهورا في سبيلك اكتب لهم به حسنات وضع عنهم به سيئات وارفعهم به درجات اللهم يا رب إنا نسألك أن تتغمد برحمتك كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا والحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم يا رب أعلي راية الإسلام خفاقة اللهم أعلي راية الإسلام خفاقة اللهم أعلي راية الإسلام خفاقة اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا اللهم انصرنا بالإسلام وانصر الإسلام بنا اللهم أحبنا وأحببنا إلى خلقك وفقهنا في دينك وارزقنا جوار نبيك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل بميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك ومولاه وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.